مثل ما بتعرف يا أخ ناجي، لما اعتقلناكن ما كنا منعرف مين أنتو. صورناكن وأعلننا عن أسرة 8 جنود إسرائيلية. كويس. إسرائيل هلأ بدها يكن بأي تمن. الله، دول بيتلككوا بقى. طب ما تردوا أنتوا كمان تقولوا لأ، ما عندناش عساكر ولا حاجة والموضوع كله أونطة. بيرضيك المقاومة تطلع كذابة يا أخ ناجي؟ وين المصداقية؟ ما في حدا بالشارع بيقدر يصدقنا بعد هلأ. أبو حسين ما تجيب من الآخر، أنتوا ناويين تسلمونا لإسرائيل؟ ليه بتقول هالكلام يا أخ ناجي؟ والله عيب. نحن معكم قلبا وقالبا، وهيدي المصاري اللي معكم رح نأمن طريق لوصولها لغاية مصر، وبتوصلوا إن شاء الله سالمين غانمين. وعايزين مننا إيه بالظبط؟ شوف يا أخ ناجي، بالسجون الإسرائيلية في مئات اللبنانيين والفلسطينيين المسجونين هونيك. إذا المقاومة أسرت واحد إسرائيلي ممكن نبدله بخمسين أسير عربي، كيف لو كان عندنا 8؟ شوف كم عائلة رح نفرح إذا رجعنا هالمأسورين من المعتقلات الإسرائيلية. هيدا بيرزع لزوجته وولاده، وهيدا لبيه، وهيدا لأمه. طب ما هو الشباب اللي معايا دول برضه والحلوين دول، كل واحد فيهم عايز يروح لبيته ولأمه. بعرف، كل واحد حيرجع بإذن الله. نحن أعلنا عن 8 صهاينة، بدنا 8 صهاينة بس. 8 صهاينة؟ ودول أجيبهم من إيه؟ أنا واثق، لو فكرت شوية أخ ناجي أكيد رح بتلاقي طريقة. يلي بيدخل تل أبيب مع رجاله وبيقتحم أكبر مصرف هونيك وبياخد المصاري وبيجي لهون، هالعملية بيعملها بصبيع إجراي. أنت عايزني بعد اللي عملته ده كله أرجع تل أبيب تاني؟ وليش تل أبيب؟ الكيبوستات، المستوطنات اليهودية بتبعد تلت ساعة من هون. ودي بيدخلوها إزاي؟ والله عيب، عيب هالسؤال السخيف من بطل مثلك يا أخ ناجي. حالة من القلق الشديد تسود المنطقة بعد إعلان إسرائيل الحرب على حزب الله إذا لم يسلم الحزب الأسرى الإسرائيليين 8. وفي الوقت نفسه يطالب الحزب بالإفراج عن 500 أسير في السجون الإسرائيلية في حالة ما إذا تم التفاوض بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين. عرف توف رفي، بتمنى انك انت تكون نمت كويس. نماني بوادو من اخم. شوف يا رفي، العصبية بتوصل للحماقة. انت بتعرف انه الواحد لا يمكن يكون مخه صافي وينام كويس إذا أكبر بنك بإسرائيل انسرق. كلياتنا مننا اليوم. وأنا إيه علاقتي بالحكاية دي يا دكتور؟ كيف 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 مالك علاقة؟ رافي خليك إنسان حكيم وعاقل. رافي أنت الوحيد يلي معك المفتاح، يلي نحن بهمنا إنه نحن نعرف لمين أعطيت المفتاح. في حدا غيرك بيعرف كيف بتنقفل الخزنة وكيف بتنفتح؟ رافي ولو مين هدول يا رفي؟ أكيد أنت بتعرفهم أو بتعرف شي حدا منهم. شايف هذا الرجال الطيب يلي واقف بالنص؟ طلع منيح، هذا اللي ما إله عينين. زومين شوي، زومين. ها شفتوا؟ هذا ما له عينين، بس التكنولوجيا ما خلت إشي إلا وزبطته. حط له عينين شو؟ حط له عينين. واضح. مين هاد؟
مين زي؟ مين زي رفي؟ زي ناجي بيه عطلة. عليك نور، عليك نور، برافو برافو ناجي بيك عطلة. هو كان ضابط بالجيش الإسرائيلي إشي؟ لا، ده المحلل الإداري بتاع السفارة المصرية. طيب ليش لابس اتهام ضابط بالجيش الإسرائيلي؟ أنا شو عرفني دوم من أخي بتسأله؟ أنا أسأله؟ حاضر حاضر هسأله، هكلمه بالمصري كمان. مستر نجي عطلة، ممكن أعرف حاجة؟ حضرتك ليه لابس هدوم الجيش الإسرائيلي؟ بيجاوبش؟ سمعتنيش؟ يا ده ما بيجاوبش. دوم مناخم، الخيالات اللي في دماغك اللي بتحاول تثبتها دي ملهاش أي أساس ولا أي دليل مادي، وحتى لو ناجي عطلة هو اللي سرق الخزنة أنا مالي بالقصة دي. ليه؟ هو مش صاحبك؟ أنا ماليش صاحب. أنت إمتى آخر مرة شفته فيها؟ في القهوة، ما كنتش لوحدي. ناجي عطلة ده كل إسرائيل بيعرفوه، يعني روني ميتال السمسار وعفادي السماك ومزراحي، ناس كتير جدا. صحيح صحيح، والله ما كان ناقص غير انه يرشح نفسه على الانتخابات الاسرائيلية، بس هو ما له بالسياسة، شاف البزنس احسن له بكتير، دخل البزنس من اوسع ابوابه، دخل البزنس لحتى وصل للخزنة تبعك 200 مليون دولار شفطهم. بس اكيد هو ما كان لوحده، كان له شركاء يا حبيبي، واكيد انت كنت واحد من اهم الشركاء معه، انت اهم شريك عنده، صح؟ معقول يا رفي؟ معقول هذا بنك ليومي، بنك ليومي اهم بنك باسرائيل انسرق؟ نحن انسرقنا يا رفي ب 200 مليون دولار. نحن منعرف مين اللي سرق البنك، لا قادرين نعرف هو وين ولا قادرين نجيبه. بيعجبك هذا الحكي؟ بيعجبك؟ هي اسرائيل يا رفي، اسرائيل بلدك، فكر منيح انه اسرائيل بلدك يا رفي. دول الثمانية الإسرائيليين اللي حزب الله أصرهم زي ما أعلن للعالم كله يا أحمد، وإسرائيل اعترفت بالكلام ده تماماً. يعني إحنا كمان عارفين إن الأولاد مصريين. ده هيطرح قدامنا شوية أسئلة، ليه إسرائيل اعترفت إنهم إسرائيليين؟ وليه حزب الله اعترف إنهم إسرائيليين؟ طب لو طلعوا مصريين راحوا ليه وإزاي وبيعملوا ايه؟ الولاد دول احمد دخلوا اسرائيل بطريقه غير مشروعه. والله يا فندم الولاد دول اول مره يروحوا اسرائيل، انما الراجل اللي في النص ده ناجي عطا الله، وده كان الملحق الاداري بتاعنا في السفاره المصريه في تل ابيب. والحقيقه يا فندم الراجل ده الملف بتاعه فيه حاجات متناقضه كتير قوي. زي ايه؟ مثلا كان على علاقه طيبه جدا معاهم طول فتره خدمته في تل ابيب، طيبة لدرجة تثير الشبهات، وبعدين حصل معاهم مشكلة، وتحديداً مع البنك ده، رفع قضية على البنك وقدم استقالته ومشي وساب تل أبيب. ما تشغلش بالك بالموضوع ده، احنا بنشتغل الملف ده بشويش علشان مش من حقنا ان احنا نعلن ان دول مصريين، خصوصاً في الوقت الحالي يا أحمد. انما اقول لك ايه، لازم تستوعبوا اهليهم.